ايوه ها هذا شوفوا هذا الاكل هنا ايش تبوا من اكل مباشره هذا البيتزا ها حط لكم البيتزا على طول على النار وهذا الاكل شوفوا هذا شارع فرضاني وهني تختار ايش لحم تبى ها ايش دياي ايش سمك ايش روبيان ها يحط لك اياه على الفحم وقول بسم الله وكل والناس قاعده وتتمشى في كل مكان يسمونه مكونة وتيمبو هذا موز من النوع ما شاء الله شوفوا ما شاء الله ياكلونه 3 انفار مكونة وتيمبو